نشرة الأخبار من قناة بلقيس، والبداية بالعناوين. مواجهة مستمرة في الدحي بتعز، والجيش والمقاومة يسيطران على تبة الخوعة. التحالف يرحب بالتهدئة على الحدود ويعلن عن صفقة تبادل للأسرى. الحرب تجبر أكثر من مليون يمني على النزوح من منازلهم. أهلا بكم. قال مراسل قناة بلقيس إن مواجهة عنيفة اندلعت بين حراسة قصر المعاشيق في مدينة عدن. إلى ذلك ذكرت مصادر طبية أن أحد حراسة القصر توفي متأثرا بجراحه في التفجير الانتحاري الذي استهدف إحدى بوابته. وقالت المصادر إن الشاب أيمن إقبال توفي جراء مضاعفات جراحه منذ أكثر من شهر على الحادثة. وأضافت أن إقبال ظل قرابة أسبوع في العناية المركزة ولم تستجب الحكومة لمناشدات نقله إلى الخارج. نفذت السلطات المحلية في صيرة وبمساندة رجال الشرطة والمقاومة الشعبية حملة لإزالة البناء العشوائي في المديرية، وخاصة القريبة من المعالم الأثرية. وقال مسؤول محلي أن الحملة ستشمل مختلف مديريات المدينة، وبدأت اليوم بإزالة المباني العشوائية قرب المجلس التشريعي وقصر السلطان العبدلي. هذه بداية لإزالة البنايات العشوائية والأكشاك الغير لائقة في مدينة عدن، ونرجو من مقاومة عدن كريتر وأبناء كريتر بالتعاون مع الجهات الأمنية والحفاظ على المدينة. أحرزت قوات الجيش الوطني والمقاومة الشعبية تقدما في الجبهة الغربية من مدينة تعز، وسيطر الجيش والمقاومة على تبة الخوعة ومواقع تقع قرب منفذ الدحي وسط سقوط قتلى وجرحى من الميليشيا. تطورات جديدة في المشهد العسكري في مدينة تعز خلال المعارك الأخيرة التي شهدتها الجبهة الغربية والشرقية. تقدم جديد حققه الجيش الوطني والمقاومة الشعبية في الجبهة الغربية بعد معارك عنيفة أدت إلى السيطرة على مواقع عدة كانت تسيطر عليها ميليشيا الحوثي والقوات الموالية للمخلوع صالح. ووفقا للمصادر الميدانية فإن قوات الجيش والمقاومة سيطرت على تبة الخوعة ومواقع أخرى في حي الدحي، وسط محاولة للسيطرة على تبة الإريال المطلة على منفذ الدحي. صباح هذا اليوم بدأت المواجهات بين المقاومة الشعبية في المحور الغربي وبتكاتف جميع الجبهات في المدينة مع قوات المخلوع صالح وعصابة الحوثيين. المواجهات ما زالت مستمرة في تبة الخوعة وتبة الإريال باتجاه الحصب. نحن نتقدم في جميع الاتجاهات. بعين الله عز وجل سيتم السيطرة على جميع الأماكن بإرادة وعزيمة وإصرار من جميع الشباب. وشنت المقاومة الشعبية قصفا بالدبابات على تجمعات الميليشيا بجوار جامعة تعز القريبة من منفذ الدحي غرب المدينة، وسقط على إثرها قتلى وجرحى من الميليشيا. في الحصب تعرضت عدد من مواقع الميليشيا لقصف من قبل المقاومة الشعبية بصواريخ محلية الصون ومواقع أخرى في الدفاع الجوي. أما في الجبهة الشرقية فقد اندلعت اشتباكات عنيفة عقب محاولة جديدة للميليشيا التسلل إلى مواقع المقاومة في أحياء الجحملية وثعبات وصالة، لكن المقاومة تصدت لهم. وتجري المواجهات في الوقت الذي تقصف الميليشيا بقذائف الدبابات وصواريخ الكاتيوشا أحياء سكنية كحي الإخوة وأحياء أخرى وسط المدينة وقرى في جبل صبر. معركة من نوع آخر سجلت فيها قوات الجيش الوطني والمقاومة الشعبية انتصارا محدودا قد يعجل بعملية عسكرية واسعة تهدف إلى فك الحصار عن المدينة.
وفي سياق متصل، ذكرت مصادر محلية أن الميليشيا كثفت قصفها المدفعي على أحياء سكنية شرقية مدينة تعز. ونقل موقع المصدر أونلاين عن المصادر قولها أن القصف تزامن مع مواجهة عنيفة بين رجال الجيش الوطني المسنودين بالمقاومة الشعبية والميليشيا في أحياء ثعبات وحسنات وفي منطقة الشقب. وقالت المصادر إن اشتباكات عنيفة اندلعت شرقية جبل صبر عقب محاولة الحوثيين التقدم باتجاه مواقع الجيش الوطني. شنت طائرة التحالف غارة عدة على مواقع عسكرية خاضعة لسيطرة الميليشيا في محافظة تعز. وقالت مصادر محلية إن غارة استهدفت منطقة الشقب في مديرية صبر الموادم، فيما استهدفت غارة أخرى معسكر اللواء 33 بمنطقة بيرباشا. وأضافت أن الطائرات قصفت مواقع جبل الجاح ومنطقة ضمران بمديرية القبيطة، كما استهدفت منطقة يختل في مديرية المخا بثلاث غارات. وللمزيد من التفاصيل ينضم إلينا من تعز مراسلنا حمزة أمين. مرحبا بك حمزة. حمزة، إلى أين وصلت المقاومة في المناطق المحيطة بمعبر الدحي مع استمرار المواجهات؟ نعم، أمل، أفاد مصدر من جاني الآن قبل قليل أن المقاومة تمكنت من السيطرة على مصنع هزاع طه ناجي. نعم. بعد فرار الميليشيات وانسحابها الكامل منه، وغنمت بذلك المقاومة العديد من الأسلحة والذخائر. لا زالت الاشتباكات متواصلة على طول الجبهة الغربية في معبر الدحي، وكذلك تمت السيطرة في هذا اليوم على تبة الخوع، وتأتي أهمية هذه التبة لإطلالها على المناطق. لا زالت الميليشيات الحوثية الانقلابية تسيطر عليها حتى الآن كمنطقة بيرباشا وأيضا الجامعة. أيضا اندلعت اشتباكات عنيفة اليوم في الجبهة الشرقية تحديدا في منطقة تعبات وحسنات في محاولة من الميليشيات التسلل والتقدم باتجاه المدينة، وتزامن ذلك مع القصف العشوائي التي شنته أيضا الميليشيات على أبناء هذه المدينة. وياتي ذلك ايضا في اطار التحليق المكثف لطيران التحالف والضربات المكثفه على مواقع الميليشيات في جبهه الشقب والعديد من المناطق التي تقع تحت سيطره الميليشيات الانقلابيه. نعم حمزه، الانباء تتحدث عن وجود قيادات في السعوديه ومفاوضات وتهدئه على الحدود اليمنيه السعوديه. هل هنالك اي انباء عن وجود اي جهود لتشمل هذه التهدئه تعز؟ الأوضاع الميدانية في محافظة تعز تشير إلى أن أبناء المقاومة لا تعنيهم أي مفاوضات أو أي حوارات، خصوصا أنهم يرغبون في فك الحصار عن مدينتهم والتقدم والاستمرار لتحرير المدينة بالكامل، كونهم قد عاشوا يعني الكثير من الظلم والطغيان الذي مارسته الميليشيات على أبناء هذه المدينة. نعم حمزة، ما إذا تحدثنا على وضع السكان والمواطنين في هذه المناطق التي تشهد مواجهات، كيف هو الوضع؟ الوضع الإنساني بشكل عام هو وضع إنساني صعب، لكن بالتحديد في هذه المناطق هي يعني السكان يعيشون حالة من الرعب، خصوصا بعد سقوط العديد من القذائف التي أطلقتها الميليشيات على هذه المناطق. نعم. هم يعيشون يعني في قلق في رعب، كما هو الوضع ايضا في مدينه تعز بشكل عام، وليس تحديدا على وجه الخصوص اقصد في المناطق التي تتعرض للضربات الان في هذه الساعه. نعم، اذا حمزه امين مراسلنا في تعز، شكرا جزيلا لك. قالت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين إن الصراع الدائر في اليمن أجبر أكثر من 2 مليون شخص على النزوح من منازلهم. وتوقعت المفوضية في تقرير لها تفاقم الأوضاع مع انسداد أفق الحلول السياسية وتردي الأوضاع الإنسانية والاجتماعية والاقتصادية. وأضافت إن نسبة النزوح لا تزال عالية رغم أن الرقم الجديد يمثل انخفاضا طفيفا عن الرقم الذي ورد في تقرير سابق صدر في ديسمبر من العام الماضي. وفي السياق ذاته، ذكرت المفوضية التابعة للأمم المتحدة أن عدد النازحين في تزايد مستمر، وخاصة في المناطق التي تشهد اشتباكات مسلحة.
ووفقا لتقرير المفوضية فإن عدد النازحين من محافظة تعز يعد الأكبر في البلاد، حيث بلغ عدد النازحين من المحافظة نحو 555,000، تلتها محافظة حجة ثم العاصمة صنعاء. ولفت التقرير إلى أن محافظات صعدة وصنعاء وعمران تضم أعلى نسب للنازحين، حيث يشكل النازحون في صعدة 33% من السكان. أعلنت قوات التحالف عن ترحيبها باستمرار حالة التهدئة على الحدود اليمنية السعودية في إطار تطبيقها لخطة إعادة الأمل، بما يسهم في الوصول إلى حل سياسي برعاية أممية وفق قرار مجلس الأمن. وقالت وكالة الأنباء السعودية إن شخصيات قبلية واجتماعية يمنية سعت لإيجاد حالة من التهدئة على الحدود لإفساح المجال لإدخال مواد طبية وإغاثية للقرى اليمنية القريبة من مناطق العمليات، وإن قوات التحالف استجابت لذلك عبر منفذ علب الحدودي. وأضافت أن قوات التحالف استعادت المعتقل السعودي العريف جابر أسعد الكعبي، وسلمت 7 أشخاص يمنيين تم القبض عليهم في مناطق العمليات قرب الحدود السعودية الجنوبية. نفى وزير الخارجية عبد الملك المخلافي صحة الأنباء التي تحدثت عن مفاوضات سرية بين الرياض وميليشيا الحوثي. وقال المخلافي في تصريحات صحفية إن الرياض أبلغت الحكومة اليمنية بعملية تبادل للأسرى بين الحكومة السعودية وميليشيا الحوثي، وأضاف أن موقف الحكومة اليمنية واضح بأنه لا وجود لقناة اتصال سرية أو خلفية أو أي شكل من أشكال المفاوضات عدا تلك التي تتم برعاية مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن. هذا وكانت قيادة في الميليشيا زارت السعودية لإجراء محادثات حول إنهاء الصراع في اليمن. ونقلت وكالة رويترز عن مسؤولين في لجنة إدارية تابعة للحوثيين أن الزيارة بدأت يوم الاثنين الماضي تلبية لدعوة من مسؤولين سعوديين بعد أسبوع من المحادثات التحضيرية السرية. بعد يومين من التكهنات بخصوص مهمة الوفد الحوثي في السعودية بدأت تتكشف أبعاد تلك المهمة، وبعد أن كانت الأحاديث تدور حول عملية تبادل أسرى بين الجانبين، فإن توقيت الزيارة وحجم الوفد لا يشيران إلى أن تلك هي المهمة الوحيدة، وأن مسار من المفاوضات قد انفتح بين الجانبين. بيان صادر عن قيادة قوات التحالف العربي قال إن شخصيات قبلية واجتماعية يمنية سعت لإيجاد حالة من التهدئة على الحدود اليمنية المتاخمة للمملكة العربية السعودية لإفساح المجال لإدخال مواد طبية وإغاثية للقرى اليمنية القريبة من مناطق العمليات، وقد استجابت قوات التحالف لذلك كما جاء في البيان. إلا أن مصادر مطلعة أكدت أن الوفد يشارك فيه عدد من القيادات السياسية والعسكرية لميليشيا الحوثي، وأنه لا يزال متواجدا داخل الأراضي السعودية فيما تتمحور المفاوضات حول وقف إطلاق النار على الحدود. وكانت تقارير إعلامية قد ذكرت في وقت سابق أن وفدا حوثيا يجري مباحثات مباشرة مع مسؤولين سعوديين تتعلق بإيقاف الهجمات التي تشنها ميليشيا الحوثي والرئيس المخلوع على الجانب السعودي من الحدود، مقابل إيقاف الغارات الجوية التي تنفذها طائرات التحالف على مواقع وتعزيزات الميليشيا، مع محاولة التحالف الانقلابيين إضفاء طابع غير رسمي على هذه المباحثات وجعلها تبدو كوصادة قبلية تقودها قبائل الحدود. الحكومة اليمنية من جهتها نفت على لسان وزير خارجيتها وجود أي مفاوضات سرية بين الرياض وميليشيا الحوثي، مؤكدة أن قناة الاتصال الوحيدة مع الميليشيا هو المبعوث الأممي لليمن إسماعيل ولد الشيخ أحمد، وأن هناك محادثات يجريها ولد الشيخ للتحضير لجولة جديدة من المفاوضات. أيا كان هدف الزيارة ونتيجتها، فإنها لا تعني أن هناك نهاية وشيكة للحرب، ولكنها بحسب بعض التقديرات قد تعني بداية شكل جديد منها. أقر مكتب تنسيق المساعدات الإنسانية والإغاثية المقدمة من مجلس التعاون الخليجي لليمن توزيع قطاعات اقتصادية وخدمية تتكفل بتفعيلها عدد من دول المجلس. وقال وزير الإدارة المحلية عبد الرقيب فتح إن الاجتماع أقر توزيع القطاعات الاقتصادية على الإمارات والتعليم والكهرباء على قطر والغذاء على الكويت.
وأضاف أن الاجتماع قرر تحويل مكتب اللجنة العليا للإغاثة في العاصمة المؤقتة عدن مقرا فرعيا للمكتب التنسيقي لدول مجلس التعاون الخليجي. تتواصل المعارك بين المقاومة الشعبية والميليشيا في منطقة حمك بمديرية قعطبة الواقعة في الجبهة الغربية من محافظة الضالع، وتحاول الميليشيا السيطرة على المنطقة باعتبارها الشريان الرئيس الرابط بين محافظتي الضالع وإب لتسهل أمام تعزيزاتها العسكرية حركة المرور إلى مريس ودمت. لعله هجوم حمك ذاك الذي تشنه الميليشيا على الجبهة الغربية من الضالع، أكثر من مجرد هجوم مضاد وينتهي، وأكبر من معركة بينها من جهة وقوات المقاومة الشعبية والجيش الوطني من جهة أخرى. فالقتال بين الجانبين متصل في الجبهة الغربية، حيث الاشتباكات تحتدم كما في جبهة دمت المشتعلة أيضا. هنا سلسلة جبال حمك وقعطبة أشد المناطق وعورة في الضالع، أريد لها أن تتحول إلى مقبرة لأبناء المنطقة، فإذا هي غير ذلك يقتل مسلحو المقاومة عددا من مقاتلي الميليشيا في محيط حمك ويسيطرون على عدة مواقع فيها، وذلك يحبط خطة ظن القائمون عليها أنها أحكمت لحشر مقاتلي المقاومة وإجبارهم على التراجع، خصوصا مع بقاء الفضاء مفتوحا باتجاه محافظة إب الخاضعة لسيطرة الميليشيا والتي تزود جبهاتها بالعتاد والكتائب وتطلق هجماتها منها. المعركة هنا حتمية استراتيجيا وتكتيكيا سواء لمقاتلي المقاومة أو الميليشيا، لكون المنطقة تعد شريانا حيويا يغذي عمق الضالع بالسلاح والمسلحين. يأتي هذا بعد أشهر من تحرير مركز محافظة الضالع وسقوط دمت مجددا تحت سيطرة الميليشيا وعودة المعارك إليها والمناطق المحيطة بها. وفي ظل معارك الكر والفر هنا تبقى المواجهة مفتوحة فيما ظروف حسمها لمصلحة أهلها قائمة. ذكر المركز الإعلامي للمقاومة الشعبية في البيضاء أن طفلا استشهد برصاص ميليشيا الحوثي والمخلوع في المحافظة، وأضاف المركز أن طفلين آخرين أصيبا في هجوم للميليشيا على قرية زوب في قيفة رداع. إلى ذلك شنت مقاتلة التحالف العربي غارة جوية على منطقة عقبة القندع التي تربط بين محافظتي البيضاء وشبا. انتهاكات الحوثيين مستمرة في محافظة البيضاء. الميليشيا نفذت حملة اعتقالات في منطقة عزة اختطفت فيها 8 من المواطنين واقتادتهم إلى جهة مجهولة. ميدانيا جبهات القتال مشتعلة في المحافظة، تمكنت خلالها المقاومة الشعبية من إجبار الميليشيا على التراجع عن بعض مواقعها واستهداف نقطة أمنية تابعة لها على الطريق الواصل بين محافظتي البيضاء ومأرب، فيما سقط قتلى وجرحى من الميليشيا في عمليتين للمقاومة بمديريتي الملاجم وذي ناعم. وكخطوة لدعم المقاومة هناك شن طيران التحالف العربي غارات جوية على مواقع الميليشيا في المحافظة استهدفت مواقع وآليات الحوثيين في محيط مدينة مكيراس. تدخل البيضاء إذن في خط المواجهة كواحدة من أهم الجبهات المفتوحة لاستعادة الشرعية، فيما تستمر المقاومة في محاولاتها المتكررة لتحرير المحافظة من قبضة الميليشيا. اعتمدت وزارة الصحة العامة والسكان مستشفى الجوف العام ضمن المستشفيات الحكومية العامة في المحافظات، وقال محافظ الجوف اللواء حسين العواضي إن المستشفى ستكون له موازنته الخاصة، وأشار إلى حاجة أبناء المحافظة لمشفى عام بعد تجاهله لعقود طويلة اضطر فيها أبناء المحافظة للسفر إلى مستشفيات المحافظات المجاورة. صنف البنك الدولي 5 من النساء العربيات بأنهن تمكنن من كسر الصورة النمطية المتخيلة عن النساء العربيات، من بينهم الناشطة اليمنية توكل كرمان. وبحسب تقرير نشره الموقع الرسمي للبنك، فقد كان تصنيف كرمان بناء على دورها النضالي باعتبارها من أوائل المدافعات عن حقوق الصحفيات. وأضاف التقرير أن كرمان استطاعت تحقيق تغيير من خلال وسائل سلمية، وهي من بين الوجوه الشعبية التي كانت وراء تغيير النظام في اليمن خلال ثورات الربيع العربي.
نظم في مدينة سيئون بمحافظة حضرموت حفل إشهار مؤسسة الشهيد بن حبريش للتنمية. وقال الرئيس المؤسسة عمرو بن حبريش إن هذه الخطوة تأتي في إطار أنشطة حلف قبائل حضرموت لتنمية المحافظة بواديها وساحلها. وأشار بن حبروش إلى وقوف المؤسسة وحلف قبائل حضرموت بجانب السلطة المحلية في كل الجوانب التي تخدم المحافظة. ضعفت سيطرة الميليشيا على مدينة الحديدة من معاناة المواطنين، وتسببت الحرب بفقدان الكثير لأعمالهم، واضطر بعض العاملين إلى تغيير مهنهم نتيجة ندرة فرص العمل في مدينة غالبية سكانها يرزحون تحت خط الفقر. هكذا كانت الأيادي العاملة هنا في مدينة الحديدة تمارس مهنة الحياة قبل سيطرة الحوثيين على البلاد، ثم غدت مرمية على أرصفة البطالة. هم الذي يعني ضروا الناس وضروا البلاد وضروا العباد وجعلوا البلاد يعني لا أمل لا استقرار لا أي شيء. وقفوا المعيشة على الناس، يا الله الواحد يدور أمل تلك الأيام. آخرون لجأوا لأعمال بديلة، فيما اضطر هؤلاء لممارسة مهنة النجارة بطرق تقليدية بعد أن أخرس الرصاص الميليشيا صوت مكائن الكهرباء. والله البطالة ذاك كل ما له تزيد، والشعب يعاني بشدة المعاناة، وكلهم يعني حتى بسبب الحصار وسبب حتى المعيشة التي حنا فيها البيس حق حنا أصبح ما لا قيمة ولا لا ثمن. قوارب التنزه أيضا صارت رهينة البطالة، وحركة الأسواق أصبحت متعبة، فيما الطلاب في قاعات الدراسة يجهلون القادم البعيد. خلفت ميليشيا الحوثي والمخلوع مزيدا من ضحايا الفقر، وصادرت أحلاما بسيطة في مدينة أغلب سكانها يرزحون تحت خط الفقر. نهاية النشرة، وهذا تذكير بالعناوين. مواجهة مستمرة في الزحي بتعز، والجيش والمقاومة يسيطران على تبة الخوعة. التحالف يرحب بالتهدئة على الحدود ويعلن عن صفقة تبادل للأسرى. الحرب تجبر أكثر من 2 مليون يمني على النزوح من منازلهم. وصلنا إلى نهاية النشرة، قدمناها لكم من قناة بلقيس. للمزيد يمكنكم متابعة موقع القناة الإلكتروني، كما يمكنكم أيضا التفاعل معنا عبر صفحاتنا على مواقع التواصل الاجتماعي. نلقاكم على خير.